طيب طيب في بعض الملاحظات كده محتاجين نبقى شايفينها قبل ما نقفل، انه احنا عندنا حركه طلابيه زي ما كنا بنقول حركه بتستعيد تاني وبتمشي تاني على طريق استكمال طريق النضال المنظم ضد الاداره في الجامعه والاداره في الكليه ووزاره التعليم العالي، ويعني على حسب اختلاف القضايا. بس لازم نبقى شايفين كويس انه بعض يعني في اوريدي الرابطه موجود في بعض الاقسام في جامعه القاهره مثلا ابتدت تتحرك خلال الايام اللي فاتت على ارتفاع المصروفات. للعجب الاقسام ديت هي الاقسام المميزه، تجاره انجليزي وحقوق انجليزي وبعض الاقسام، وده مفهوم لانه يعني الزيادات في المصروفات في الاقسام ديت بتبقى 2000 و 3000 جنيه بس الزيادات نفس الزيادات بنفس النسبه بتقر على المصروفات اللي هي الخاصة بالأقسام العربي والعامة يعني، بس بتبقى الرقم نفسه ما بيوصلش للرقم الضخم. في كمان عندنا تحركات، يعني دي تحركات على أساس المصروفات، في عندنا تحركات على أساس الحق في السكن بتاع المغتربين، ودي واحدة من أهم القضايا اللي شغال عليها دلوقتي طلبة جامعة القاهرة، هو ده اللي بيشغل دماغ في أكتر من 2000 طالب وطالبة في كلية سياسة واقتصاد مثلا، مغتربين ومغتربات مضطر معظمهم يستنوا لحد آخر شهر 10 علشان يسكنوا. كمان اللي بيحصل ده بيحصل في إطار الهجمة بتاعت الثورة المضادة اللي احنا قلنا ان هي مختلفة عن الهجمات بتاعت السنين اللي فاتت، دي هجمة قصدها توجه ضربة قاضية، ولو نجحت توجه ضربة قاضية يبقى نستنى مدة طويلة من المواد شبه المواد الطلابي والعمالي والسياسي عموما في التسعينات، ودورنا ان احنا نمنع انه بيحاربوا الإرهاب برضه. ما بالظبط بنفس الدعاية، دورنا ان احنا نعطل مشروعهم ده ونواجهه، ومش بس كده لا كمان ناخد الحركة الطلابية والثورة خطوة من قدام. وتقديري ويمكن اكون متفائل شوية بس اعتقد انه يعني تقدير في محله انه احنا نقدر نعمل ده، مش احنا لوحدنا، احنا وكل الاطراف التانية اللي مستعدة تنضم لاستكمال الثورة. المطالب دي لما بنتوجه احنا للناس ونقول لهم انتوا بتنضلوا النهارده علشان التسكين في كليه سياسه في المدينه الجامعيه وكذا، تمام؟ ما هو انت اللي حرمك من السكن ده اساسا هو مأجل بالمناسبه يعني تمهيدا لموجه من الاستبعاد الامني وكذا، هو مستني يشوف المعارك بتاعه الاسبوعين دول هتخلص على ايه؟ هتخلص على ايه؟ قد ايه الحركه الطلابيه قادره ان هي تواجه المخططات بتاعته؟ وإذا انتصر في الأسبوعين دول انتظروا إنه يتم حرمان 100 من الطلاب الإسلاميين وغيرهم من السكن في المدينة الجامعية لدواعي أمنية زي ما كنا بنشوف قبل السنين ما قبل انطلاق الثورة. فدورنا إن احنا نقف النهاردة على الأرض في المعركة في وسط زمايلنا ونسبقهم بخط، نربط ما بين نضال طلبة سياسة واقتصاد ونضال طلبة المدينة الجامعية وما بين طلبة حقوق انجليزي وتجارة انجليزي، ونربط ما بين نضال الناس دي كلها والمجموعات اللي بتزيد عليهم المصروفات وتمن الكتب وكذا، الناس اللي بيتقال لها انتوا مش هتخشوا الجامعة لان معكوش كارنيه السنة دي لانكم ببساطة ما دفعتوش المصاريف السنة دي، يعني كل دي مجموعات من الطلبة ممكن يتم استهدافها بخطاب سياسي متماسك بيربط ما بين المشاكل المباشره دي وبعضها، وبيربط ما بين المشاكل المباشره دي كلها وما بين السياسات العامه للنظام الحاكم ونتيجه الصراع دلوقتي ما بين قوى الثوره وقوى الثوره المضاده. اذا توجهنا الناس بالخطاب ده طبعا مع الكلام على اهميه مواجهه مكافحه العنصريه ضد العرب وغيرهم، يعني هيثم كان بيتكلم على المراسلين الاجانب اللي يعني ما فيش حد بشكله مش مصري سواء بقى ابيض او اسود او يعني ايا كان شكله مش مصري ومعاه كاميرا، ده بيتبهدل طول ما هو ماشي في الشارع، حتى لو كان مصري، حتى لو كان زميلنا اللي شعره طويل مثلا شويه زي او بدقنه طويله شويه او مش عارف ايه. الفكره انه كل حد مختلف محل للتوجيه، محل للاضطهاد، محل ان هو سهل انه يتم توجيه غضب الناس ضده.
بالشكل ده فكره الخطر الخارجي وفكره النعره الوطنيه، فكره انه في كلمه بتتقال بصراحه يعني بتحرق الدم جامد وبتتقال للاسف من بعض الناس اللي كانوا لشهور قريبه يعني بينزلوا الميادين وبينضوا على انهم ثوريين وكذا. كلام بيتقال عن انه المؤسسه العسكريه هي المدرسه الوطنيه المصريه مثلا، وانه والله ده كلام بيتقال، وان المؤسسه العسكريه دي مدرسه حاضنه الوطنيه المصريه، و حاضنه الوطنيه المصريه. ومش بس كده، في تعريف كده بقى واضح لمين هو الوطني. الوطني مش اللي عايز مصلحه البلد دي ولا اللي عايز ناس، الوطني هو اللي واقف ورا السيسي. كل حد مش واقف ورا السيسي وبيقول افرم يا سيسي اذبح يا سيسي هو مش وطني. كل حد ما هواش عنده ظهر يتسند عليه في البلد دي هو هدف للاضطهاد. البدء اللي النهارده بتقصف قراهم وبيبادوا بالكامل وبتتحرق بعشاشهم وعربياتهم اللي هي وسيله رزقهم وانتقالهم الوحيده، مفيش مواصلات عامه ومفيش مدارس ومفيش، والدوله لما تحب تبص على سيناء تقوم رايحه باعت لهم الطيارات والدبابات تضربهم بالتنسيق مع اسرائيل. ليه؟ لانه البدء مجموعه يمكن ممارسة الاضطهاد ضدها في ظل مسرحية كده للحرب على الإرهاب، وفي ظل صعود النعرة الوطنية دي اللي هو مصر فوق الجميع، ويعني كلام فاشي يعني. ده مشروع فاشي بيتشكل قدام عينينا لو احنا مش شايفين ده بكل جوانبه، من العنصرية تجاه المختلفين لحد تنميط مين هو الوطني ومين هو اللي مش وطني، لحد فكرة بقى انه خلاص السيسي كمل جميلك زي ما كان الزملاء بيقول، فكرة الزعيم المخلص اللي عنده مشروع معتمد على احباط الجماهير من الحل الثوري، ومعتمد على ضعف يعني الضعف اللي فضل مستمر لكن بيقل للثورة المضادة. هي الثورة المضادة ما قدرتش تحسم ضد الثورة، ولا الثورة قدرت تحسم ضد الثورة المضادة على مدار ما يقرب من 3 سنين اللي فاتوا. فبالتالي انتشرت حالة الاحباط، فعلى اسر هذه الحاله من الاحباط ممكن قوي يطلع مشروع فاشي. وتقديري انه المشروع اللي بيبنيه السيسي وحلفائه مهما ادعوا ان هم يساريين ولا ليبراليين ولا قوميين ولا اي نيله، هم كدابين، هم ماشيين في ركاب الفاشيه، هم شايفين الفاشيه بتتشكل قدام عينيهم وعارفين ان هي فاشيه، لكن مقررين ان هم مش هيواجهوا هذه الفاشيه. احنا ده اللي لسان حالهم بيقولوا، احنا مش قد مواجهه هذه الفشايه، فهنستفيد من جرائم هذه الفشايه علشان تقضي على منافسنا واعدائنا السياسيين، على امل انه هذه الفشايه في يوم من الايام هتحن عليهم بقطع حقيقيه من السلطه ولا هتسيب لهم اي مجال. في الحقيقه وده كلام يعني ونرجع نتحاسب عليه بعد شهور، الجناح الديمقراطي اللي موجود في النظام الحاكم ده ولا الجناح المدني ولا مش عارف ايه، دول اخرتهم فضايح وسجون وبهدله. دول مش عمرهم ابدا ما هيكونوا حلف، هم بيتعاملوا على ان هم فاكرين نفسهم حلف للعسكر، بس حلف مين؟ اذا كان الاخوان اللي العسكر اتحالفوا معاهم اضطرارا لان هم عندهم تنظيم جماهيري منغرس في وسط الناس، دي الطريقه اللي تم التعامل بيها معاهم قياداتهم اللي كانت بتكرم في كل المحافل الدوليه وبيضرب لها تعظيم سلام، مرميه في السجن او هربانه او 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 شبابهم بيعتقل عشوائيا بالالاف وبيتلفقوا القضايا والى اخره. اذا كان ده حصل مع حليف بالقوه دي العسكر حلفائه الجداد دول، تخيلوا ايه اللي هيحصل معاهم. ودينا شفنا لمحه واحده بس لما البرادعي يقرر ان هو يستقيل، قد ايه الاعلام المخابراتي قرر ان هو يشن حمله ليه، مش بس مسح اسم البرادعي، لا ده كمان يعني اكتر من ايام مبارك وايام الشهور الاولانيه من الثوره. اللي انا عايز اقول ان احنا عايزين نخرج من الندوه دي، احنا شايفين الوضع زي ما هو، ما احناش متفائلين زياده عن اللزوم، لان ده حاجه مهمه قوي برضه. الثوره المضاده بتحاول ان هي تدي انتصارات زائفه للحركات علشان تسكت، انتصار الزائف بتاع الحد الادنى للاجور والانتصار الزائف بتاع الغاء الضبطيه القضائيه. مفيش ضبطيه قضائيه اتلغت، اللي متخيل انه الضبطيه القضائيه اتلغت مش فاهم ايه اللي حصل. الضبطيه القضائيه قرار اصدره وزير العدل بيدي الحق لرؤساء الجامعات ان هم يمنحوا الضبطيه القضائيه للحرس الاداري. اللي حصل انه
وزير التعليم العالي رئيس المجلس الاعلى للجامعات اللي هو المفروض ان اجتماعه طلب من وزاره العدل طلع هذا القرار، تبرأ من القرار ده وقال لك ده تعدي على الحريات ومش عارف ايه وانا ضده، وتباعا رؤساء الجامعات قال لك احنا بنرفض تطبيق الضبطيه القضائيه في الجامعات بتاعتنا. دي خدعه كبيره جدا لانه القرار موجود لم يلغى. في اي لحظه من اللحظات اي رئيس جامعه عايز يستخدم الضبطيه القضائيه هيفتعل مشكله قد كده اهو، وبجره قلم يقدر يدي الضبطيه القضائيه لاي حد. هما دلوقتي عملوا اجتماعات سوريه مع الاتحادات الطلابيه ومع القوى السياسيه اللي موجوده في الجامعات وقال لك انه خدوا ده مكسب اهو، لكن عارفين مرروا ايه؟ يعني تحت المظله بتاعت المكسب ده، والناس سكرانه بالانتصار يعني الوهمي ده. بعض الحركات والمجموعات بتعتبر انه حد لا ادنى الاجور انتصار، وبتعتبر انه الغاء الضبطيه القضائيه انتصار، ولا ده اتحقق ولا ده اتحقق. في الحقيقه المحاولتين لخداع الجماهير هم يعني بيهدفوا في النهايه لانتصار الثوره المضاده مش لانتصار حد تاني. بنفس الطريقه اللي خدعوا بيها العمال بالحد ادنى الاجور بيخدعوا بيها الطلبه، بس كمان على أسوأ. هم قاصدين يخلصوا من الحركه الطلابيه قبل ما يفتحوا المواجهه مع الحركه العماليه في يناير اللي جاي. فيعملوا ايه؟ طلع قرار وهنلغيه في وسط الاسبوع اللي طلع فيه القرار واتلغى فيه الاسبوع 10 ايام دول كانت اتمررت حزم من الادوات التامينيه واليات المراقبه جوه كل الجامعات. اي جامعه من الجامعات اللي ابتدت تطبق فيها الاجراءات دي هتكتشف ملايين ملايين بجد، مش مبالغه، ملايين مصروفه على كاميرات مراقبه و وده كل ده هيبقى ده اللي هيبقى السيستم، ده اللي هيبقى الستاند، ده اللي هيبقى الطبيعي اللي بيتم تعميمه على بقيه الجامعات. ففي مقابل ان انا اجلت كرئيس جامعه اجلت بس تطبيق الضبطيه القضائيه ديت عندي في الجامعه، انا قدرت امرر حزمه من الاجراءات والادوات اللي هتخلي المظاهرات تتسجل في الفيديو بعد كده لما تحول سيادتك للتحقيق في الجامعه ويقول لك انت كنت ماشي على راس المظاهره وعطلت الدراسه وانت متحول مجلس تاديب ومش عارف ايه، هيقول لك خد الفيديو اهو الفيديو ده انت كنت بترسم جرافيتي على سور مش عارف ايه، خد الفيديو مع السلامه. وهيبقى هي دي الطريقه، بالطريقه دي هيبقوا بيصفوا الحركه الطلابيه. لو احنا مش شايفين حجم الخطر اللي قدام الحركه الطلابيه النهارده واللي بيستدعي من كل الاطراف ان هم يوحدوا ينظموا صفوفهم داخليا قبل ما يبتدوا يشتغلوا مع بقيه الاطراف، الهجمه دي بتوجب كمان علينا ان احنا ما نبقاش همنا الاكبر هو اتساع هذه الجبهه وضمها لاطراف كتير. الهم الاكبر في تاسيس الجبهه دي او الدراع الطلابي للجبهه اللي اوريدي اتاسست هو مساحه التوافق السياسي. مش بالضروره الجبهه ديت يبقى بياسسها 10 احزاب و 15 مجموعه و 200 مستقل، لا ممكن تبتدي الجبهه بشكل صغير والجبهه دي تتحول في ظرف شهر او اقل بشويه لمغناطيس يشد كل اعضاء الحركات والمجموعات والاحزاب اللي قياداتها راحت ماشيه في ركاب الفشيه العسكريه، دول هيتشدوا على مشروع طلابي ثوري. من غير مشروع طلابي ثوري مفيش امل انه المجموعات دي تسيب احزابها وانه المجموعات دي تسيب مجموعاتها وتنخرط في نضال من اجل استمرار الثوره. غالبا من غير جبهه ثوريه بتتشكل على بهذا الهدف وشايفه الخطر بهذا الشكل، من غير جبهه ثوريه بالشكل ده مفيش امل للثوره المصريه ان هي تنتقل خطوه لقدام على الاقل في توازنات الوضع كما بنشوفها النهارده. محدش عارف بكره ممكن يحصل.